صبح عاشر محرم رحلة يا زينب طويلة من صبح عاشر محرم أحسين فوق الرمح راسه وعلى رمحه يقطر الدم أو جسمه بتراب المصيبة كل صدرة تهشم وجروح وياكم مشين يا زينب بيسر المحين 80 أطفال الضعين جروح تمشي بلاعة الهيم هالمصيبة ما مثلها كل مصيبة بالدهر ما توصل لها كل مصيبة هالمصيبة ما مثلها كل مصيبة بالدهر ما توصل لها كل مصيبة عقب الضحايا بدار والسبايا عقب الضحايا يا الغريب صرت للعائلة كفيلة رحلة احزانش طويلة صرت للعائلة الله يبارك فيكم خيم العباية يا الغالي غاتي القصيدة للشاعر قحطان الحسناوي من على الناقة الناقة جثثهم يا العقيلة تودعيها من على الناقة جثثهم يا العقيلة تودعيها وجثة العباس أخوه أعلى النهار ما رحت لي هذا بس راس على رمحه وعين راس السهم بي هذا بس راس على رمحه وعين راس السهم بي ما رح
رحت يم المشرعة أو شفت الشفوف مقطعة ما رحت يم المشرعة أو شفت الشفوف مقطعة أو يا القمر ما متوادعة بس جروحة بس جروحة تاخذيه عنا بيها دم جامد يا الحبيبة الصوت متنج ما يشاهد يا الحبيبة عنا بيها دم جامد يا الحبيبة الصوت متنج ما يشاهد يا الحبيبة ما أخذت راية بدار والسبايا ما أخذت راية بدار والسبايا يا الغريبة يا الغريب صرت للعائلة كفيلة صرت لل رحلة أحزانك إي ما شاء الله صرت للعيلة كفيلة رحلة أحزانك طويلة خيم العباية انت وين 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 وهاي وين السب وحبال المصايب انت وين وهاي وين السب وحبال المصايب أول مرة طولك يطلع قبال الأجانب الناس بس تسمع بزينب من قبل طف المصاعب واليوم واليوم صرت بيا وضيع شافوك شافوك قلبك منفجيع أو صوتك يا زينب ينسمع من تندبين من تندبين الكواكب راح دهرج بالهوى عاشم وش يجيبه واللي يصير بقبره نايم وش يجيبه اش يجيب راح راح دهرج بالهوى عاشم وش يجيبه واللي يصير بقبره نايم وش يجيبه بس الرزايا بدار والسبايا بس الرزايا بدار والسبايا هي الغريبة صبت للعائلة كفيلة رحلة أحزاني بعد عيني جاوب جاوب غاتي لا تحزاني خيم العباية خيم العباية دار والسبايا
اللي خيم عليكم بالسبي كل عين تدمع والرباب يدر صدرها وللرماح تريد تطلع والطفل ما تغفى عينه إذا مو من أمه يرضى الطفيل ما تغفى عينه إذا مو من أمه يرضى أو عبد الله عبد الله نحر عالسام من أمه والما ينحرام يا ذنب جاني وانفطام أو عطفيل قلبي اجتلوا من العطش بالغاضرية جف حليبة من قبول سهم المنية جف حليبة من العطش بالغاضرية جب حليبة من قبل سهم المنية جب حليبة ابن أحرى الدماية بدار والسبايا ابن أحرى الدماية بدار والسبايا يا الغريبة يا الغريبة يا الغريبة صرت للعائلة كفيلة رحلة أحزانك صرت للعائلة فهم العباية عندي جثمانين طفلة وطفل وانتي كفلتيها عندي جثمانين طفلة وطفل وانتي كفيلتها انتي عمتها الحنونة وعالمصيبة مصبرتها او شفتي يا زينب رقي الصوت يجرح طفولتها شفتي يا زينب الصوت يجرح طفولتها طفلة رقيقة مدللة أو كتف إيديها حرملة وعيونها تدور على وجه أبوها بنايبتها تدور على وجه ابوها بنايبتها بعيدة عن طف ظلامها مو قريبة عن ابوها وذاك عمها مو قريبة بعيدة عن طف ظلامها مو قريبة عن أبوها وذاك عمها مو قريبة وعين المناية بدار
السبايا عين المناية بدارب السبايا يا الغريبة هلا 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 يا الغار صرت للعائلة كفيلة الله يبارك فيكم لا تحزن اشطوينة صرت للعائلة كفيلة خيم العباية خيم العباية ضم السبايا خيم العباية ضم السبايا يا غريبة الشاعر قحطان الحسناء والرجاء السبي خطرة وجوه أيتام الضعينة صارت من التعب صفرة ولون خيت باسم أبوك تشتم وتشتم الزهرة لا لا لو نخيت باسم ابوك تشتم وتشتم الزهرة كل خطوة يا زين بجرح وتشاهدين بكل صبيح راس الغريب على الرميح او دم جامد فوق ثغرة جمرة فراق الغوال بتظل هيبة ونار كل هاي المصايب تظل هيبة العمرك نهاية بدارب السبايا العمرك نهاية دارب السبايا هاي الغريبة للعيلة كفيلة رحلة أحزاني خيم العباية خيم العباية ضم السبايا خيم العباية ضم السبايا يا غريبة زينة بالدنيا وفما عدها حقود من زمن حيدر أبوك وراوتك أيام سود وآخر الأحزان ثغر حسين بيتضرب العود شفت يزيد المعتدي يضرب الثغر الأحمدي أو من الجبان اش يبتدي غير نكبات وشمات وانت تتلوعي